الحكم انه قريب في اي مكان، في مكان يعني مناسبه تجي على طول؟ في كل درجه اطلع. متى ما روق تعال اطلع. اي حلو. كان شو اسمه الصلاه ولا زي كذا؟ ما شاء الله. ما شاء الله هذا صب. وداع استاذ سليمان الله يطول عمره. استاذ سليمان برضه هذا صوت. ها صولها. اي بالله يا اخي. الحين اخوانك كل واحد في الرياض حلو، واحد وين في الرياض؟ قبل لا ندخل برنامج. ايه ما شاء الله كم اخوانك؟ صدق ما شاء الله سبعه كنا. ما شاء الله تبارك الله. ايوه فالامور كلها هذه اخواني الله يطول في عمرهم ويخليهم ويحفظهم ويسعدهم. والله اني احبهم. اي والله اصغرهم انت؟ لا والله ماني بصغرهم. اصغرهم اصغرنا حسين. بالله حسين وانا اخي حسين. هذا حسين اصغر مني بسنه. لكن يشوف يقول اكبر مني ما ادري ليه كذا. يشوفني يقول لا يا صغير صغير انت تعال انت. شوف الدنيا كيف. هاي الدنيا دنيا دنيا غداره. الله اكبر غدارة. والله العظيم اني صادق. ها والله اني صادق. اللي يشوف حسين يقول انه اكبر مني. انا برجع هي قبه بوكس بيني بيني. يعني حلق دقنه. يا يحلق دقنه يا يقعد. هذا خليه عشان ابو صفر زيي. دقن وليل وحياه. وانا صفر اقسم بالله اصغر صفر في المنتجع كله. اصغر اصغر من احمد الخال اللي في خدك. انت قربت علي الحين. بس شوف احمد الخال ترى من الجمال انها تكون في الخد. لا تحمس. ايوه طيب بسالك سؤال. سؤال ترى محرج مره. يلا محرج. اسال. اسالك اسئله محرجه ونجاوب. يلا. بدر بن يدر. انت داخل منتجع تقدم ايش؟ داخل برنامج تقدم ايش؟ خلينا نكون واقعيين وصريحين. غير الانشاد. تجربه جديده هذا اول شيء. تمام. حلو. وتعرف على وجهه الطيبه. وثالث شيء يعني اطور نفسي. فهمت؟ اطور نفسي في هذه التجربه واقدم ان شاء الله اللي يرضي الشيء اللي يرضي الناس باذن الله. يرضي الله اولا. يرضي الله اولا ويرضي الناس باذن الله. بدر بن يدر، هل تعتقد انك ستصل اذا ما تبغى؟ ها؟ توصل اذا ما تبغى؟ باذن الله. واذا وصلت؟ اذا وصلت اكمل المسير ان شاء الله باذن الله. هل ستكمل ام ستسحب؟ لا خلاص دامني وصلت الهدف. لا استمر. ها؟ استمر واكمل. تأكد. اكيد. من هو افضل منشد؟ اجل اتعب واخر شيء اوصل المكان نفسه وهذا. لا انا سؤالي ترى دائما اقوله، من هو افضل منشد في برنامج حياتك؟ افضل منشد ما ودي اقول واحد واخلي الباقي. تمام. من هو افضل مقدم؟ لكن كلهم اصواتهم ما شاء الله تبارك الله. انا والله ثم الله اني بعد ما سمعت اصوات المنشدين اللي عندي صراحه إن اكتشفت اني لا فيك بعدكم. اي والله والله خير البركه. الله والله من بعدكم. من هو افضل مقدم في برنامج حياتك؟ برنامج حياتك؟ بدايه ولا حياتك؟ المقدمين في حياتك من هو افضل مقدم؟ هاني. متاكد؟ والباقيين ما فيهم قصور كلهم. لا انا قلت لك سؤال واحد. جاوبني باجابه واحده. لا تفرق. هاني والباقيين كلهم. من هو افضل مقدم؟ هاني؟ هاني والباقيين كلهم. السبب؟ ها؟ السبب من افضل مقدم؟ شخص يا اخي احس انك ما تقدر عليه. ما نقدر عليه طال عمرك. احس انك لا شف وتقدر عليه بس ندخل إذا بس في ميزه بس في ميزه روسنا بعد ما نشوف مقاطعه وانتشار مقاطعه بعض الناس يحط في راس انه هذا مجرم. هذا مجرم. هذا صعبه. هو ممكن يقدر عليه. شوف هو يقدر. شوف عليه. انا اقول لك الصراحه بس انه حط في راس ان هذا مجرم. هذا ما هذا انا اقول الصراحه هذا عزي ما ياكل معي عيش. انا اعترف. انا اعترف انه افضل مقدم. غير كلامك. لكن اللي جاي صدق ما ياكل معي. غير كلامك. اسمعنا. شوف انت تغير كلامك اذا جيت داخل عنده. لا وطلعت عنده. لا تغير كلامك. كلامي واحد. صدقني تغير كلامك. الله يستر علينا وعليهم. ما نطرق لهم. مع انه يجيب اشياء فاضيه. اشياء ما نطرق لهم. ما نطرق. اشياء فاضيه. ما رايك في اشياء عاديه جدا. بلس. بلس. بروفايلك بلس. يعطيك دافع معنوي. هذا اول شيء يشجعك. أنا والله جايزت لي فقرة بلس أحسن منها.